براقي اجمل من الحمامات. براقي زور براقي وتعرف براقي اجمل من الحمامات، معروفه براقي ما تعرفهاش؟ اش قولك في تونس؟ يعني انت اول مره تجي لي؟ اول مره نجي تونس. تونس باهيه يعني مليحه هنايا تونس، صح ماشي بزاف كما نقولوا، ماشي فور يعني. الواحد يجي يسلك احواله هنا، يحوس يدور هكذا يكتشف بلدان جديد. انا بصيفتي فلوجر نجي هنا نكتشف، وهنا نمد رايي في قناتي على اليوتيوب. بدا الجزائريين يحكموا هنا، اللي يجوا ولا ما يجوش. يعني في تونس كاين اماكن باهيه وكاين اماكن مش باهيه. شو اسم القناه نتاعك؟ انا زينو ام فلوج. يعني انا عامل فلوجات هنا في تونس، راح نديرهم في القناه تاعي. شنو الفلوجات اللي عملت؟ عملت فلوج في الحمامات، وعملت وراح يستناني فلوج في الحمامات ليلا، وراح يستناني فلوج واحد اخر هون في تونس، تونس العاصمه، وفلوج في سوسه. شنو الموضوع اللي تحكي فيه؟ انا نوري كل شيء، ما نحكي على موضوع انا نمشي نحكم الكاميرا تاعي سبونطاني كما نقولوا. نمشي نشوف تونس هكذا، نكتشف اماكن جديده، نوري الاسعار، خصوصا الاسعار هون باش يعرف الجزائري قبل ما يجي لهنايا. فهمت؟ اسعار تونس شنو تفرق اسعار تونس على الجزائر؟ يعني هاد العام غلات شويه قالوا لي، على حسب واش عرفت انا، غلات شويه الاسعار هنا. غلات انا بريميوم فون جيب، صح اصحابي اصدقائي اللي جاوا مقبل قالوا لي غلات الاسعار شويه. على حسب كورونا واقع، على حسب كورونا. شنو اكثر بلاصه عجبتك في تونس؟ بلاصه الحمامات. حمامات اش عجبك في الحمامات؟ حمامات الياسمين عجبني كل شيء. مثلا فيها دي زوتيلات باهيين، اوتيلات باهيين. جيت لوتيلات انا تما انا قاعد في الحمامات، جيت لهنا تونس زياره هنا يا العاصمه، نشوف الحاله كيفاش الاجواء. نعم جيت نكتشف الاجواء باش غدوه نزيد نجي ندير هنا فلوج. مازال ما درتش فلوج هنا، مازال ما درتش. حاب تعرف البلايص شو دير فيها فلوج؟ نشوف بلايص مليح ابري نجي لهنايا باش ندير فلوج بيان سور. وشاور الاسعار وباش تمشي معناها كلش الاسعار المحلات باش تمشي للمدينه العربي. المدينه العربي ما نعرفهاش، من باب البحر. باب البحر ما نسقسي انا من بعد كي نجيب الكاميرا تاعي الاخر، نسقسي اماكن هنا في تونس واخواني التونسيين يوروا لي اماكن بيان سور. نعم ما نعرف اغني، خاطيني الغناء هذاك يعني. كلمتين تزيري، اغنية تزيري. عبد القادر يا ابو علم زاد الحال عليا، ولا داق الحال عليا واقيلا. كم؟ هذا واش تعرف؟ كم؟ ديديكاس. ديديكاس لشكون؟ ديديكاس 58 ولاية. الجزائر ودي ديك خاوتنا التونسيين وبراقي بيان سور. هو يعرف يغني؟ يعرف يغني هو، يعرف. ايش اش بك يا رب؟ رب صاحبك البراريقه خاوتنا دي ديك ليكم. اوكي مدينتي براقي، المدينه هذه مدينه في الجزائر، انا بسكن مدينه براقي. اما اجمل الحمامات ولا مدينه براقي؟ اجمل من الحمامات. براقي زور براقي وتعرف براقي اجمل من الحمامات، معروفه براقي ما تعرفهاش؟ ما زرتها. زور براقي في الجزائر في العاصمه، قلهم براقي جميله جدا. اروح لعندي عيط لي ولا كلمني على الفيسبوك